ربنا يخليكم. اهلا بيكم وبكل مشاهدي الليله مع هاني. في الحقيقه الاحداث بتجري بسرعه البرق، يعني مش بعيد وانا بقول الكلمتين دول يكون حصل جديد. البلد دي فيها طاقه غريبه، 24 ساعه فيها جديد. الواحد لما بيدخل ينام اول ما يجي يقلق كده يقول ايه؟ يقول طب اما اشوف الاخبار عامله ازاي، اجيب الموبايل ابص على الاحداث، في الغالب اقوم مفزوع من النوم اللي بشوفه، كاني صحيت على كابوس. لا مش كابوس عادي، خصوصا لما يبقى في خطاب من اياهم. زمان كان الواحد لما يشوف حد بعد فتره يهزر معاه يقول له انت فين يا راجل، انت لسه عايش. دلوقتي لو ليك صاحب وما شفتوش كام يوم تقلق فعلا لا يكون مش عايش. مصيبه سودة. زمان كان مصر بيتغنى لها مصر هي أمي نيلها هو دمي، دلوقتي مصر بيتغنى لها قوم يا أمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش. فرق رهيب. زمان لما كان الرئيس بيطلع بحديث كنت تلاقي الشعب حتى وهو متضرر مستني هيشوف إيه اللي هيقول الرئيس، يمكن يكون في أمل. دلوقتي من غير ما يطلع حتى الشعب بيبقى عارف إيه اللي هيتقال ومتأكد إن مفيش أمل. زمان لما كنت تشوف منظر حد بيموت في الشارع كنت تودي وشك الناحية التانية كده وتقول يا ساتر يا رب ربنا يجيب العوائد سليمة، وبعدين تبص واحدة واحدة كده وأنت متضرر. دلوقتي بتشوف اللي بيتقتل عادي وكل اندهاشك إيه الطريقة اللي بيتقتل بيها. زمان ما كناش نعرف يعني إيه مسحول أصلاً، دلوقتي بتشوف على اللي بيتسحل في التلفزيون عادي وكل اندهاشك الطريقة اللي بيقلعوه بيها. ويبقى السؤال، هما بعد ما بيقلعوه بيعملوا ايه؟ ايه بيلبسوه؟ طب بيلبسوه ايه؟ يعني بيلبسوه هدومه ولا بيلبسوه هدوم تانية؟ ايه؟ ايه؟ بيلبسوه اي حاجة؟ طب لما هما بعد ما بيقلعوه بيلبسوه تاني، طب بيقلعوه ليه من الأول؟ أسئلة كتيرة بتدور في دماغ الواحد قلقاه ومخوفاه. صراحة الواحد خايف لا يجي اليوم ونعرف إجابة الأسئلة دي عملي. مش ده بس اللي بيخوفنا، ده لحد امبارح برنامجنا كانت طبيعته ترفيهية كوميدية ساخرة. النهارده خايفين لا طبيعته تقلب تبقى تراجيدية نكدية ساخنة. أنا مش عارف إيه اللي بيحصل وإيه الحل ومين الغلطان ومين الصح. يا ترى الشرطة معانا ولا علينا؟ الجيش معانا ولا علينا؟ الرئيس معانا ولا قاعد علينا؟ الأمور كلها دخلت في بعضها، ولما تقعد تفكر في الحل ما تلاقيش حل. الواحد مش عارف حاجة ولا فاهم حاجة. أنا مش عارف إيه الفرق بين البلاك بلوك والفيسبوك، ولا إيه الفرق بينهم وبين الحكومة اللي بتعك. كل اللي احنا عارفينه إن احنا متضايقين ومقهورين ومش متفقين ومش عارفين رايحين على فين. تخيلوا بلد فيها كنيسة وجامع، بلد فيها أدان بيأذن، مصر بيقتل مصر بإيده، حاجة تقهر مش بس تحزن. وحكومة علشان تطلع لينا لازم من مرشد تستأذن. إيه اللي بيحصل فيك يا بلدي؟ الأموات عمالة تتخزن. بلد فيها شيخ والراهب، يخرج منها اللي بيأذينا، اللي يقولوا يعكسوا في ثواني، بيهددنا وبيعزينا، يحتسب اللي مات شهيد ويشيد باللي قتل فينا. جاب لنا ضغط وجاب لنا سكر وزمانه بيقول ربنا يشفينا.